السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. أحييكم أنا عبد الله اليحيى، وتحية لكم مني أنا سمر حمد، ومن زميلنا في لغة الإشارة علي الهزاني. والبداية بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وسماحة المفتي العام والعلماء وجمع من المواطنين. التحالف يؤكد استمرار خروقات الميليشيات الحوثية لاتفاق ستوكهولم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينث ماكنزي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، كما حضره من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هنزل وملحق الدفاع كبير العسكريين اللواء هاجيلر وعدد من المسؤولين. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم أصحاب السمو الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أيده الله. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن بتعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن مشاري وصاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكية وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن هذلولة وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن سعود وصاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن مشاري وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن فيصل بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ونائب أمير منطقة الرياض.
وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكية، وصاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز. اختتمت في العاصمة الباكستانية اسلام اباد اعمال المؤتمر العالمي رسالة الإسلام في دورته الرابعة الذي نظمه مجلس علماء باكستان بمشاركة وفود من 10 دول إسلامية وعربية. وقد أصدر المشاركون عددا من التوصيات أشادوا فيها بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين ونشر سماحة الدين وعلوم القرآن والسنة والوسطية والاعتدال. وسط إشادة كبيرة بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اختتم المؤتمر العالمي رسالة الإسلام أعماله في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. نشيد بحكمة وقيادة السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ونشر الدين وعلوم القرآن والسنة والوسطية والاعتدال ودفاعها عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونصرة الشعب اليمني. وأكد المؤتمر ضمن توصياته على أهمية دور العلماء لتعزيز التسامح بين شعوب العالم والتحذير من العنف والتطرف والانحراف والتشدد المتعارض مع سماحة الإسلام. الإسلام دين الأمن والسلام، ويعلمنا المساواة والأخوة والتسامح الديني والاجتماعي، ونرفض رفضا تاما لأي مؤامرة تهدف إلى إقران الإرهاب والتطرف والعنف بالإسلام. هذا واستنكر المؤتمر الحوادث الإرهابية والاعتداء على الأبرياء، وأشاد بموقف حكومة نيوزيلندا في تعاملها الإنساني مع المسلمين بعد حادث الهجوم على المسجدين. اختتم المشاركون أعمال المؤتمر مجددين شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على دورها المحوري في الدفاع عن القضايا الإسلامية وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام. عبد الرحمن حياة، لتلفزيون المملكة العربية السعودية، إسلام أباد. اشتملت الفرضية النهائية للتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلية وطن 89 على تطبيقات أمنية ميدانية في البحر والبر والجو. التمرين التعبوي عكس المستوى المتقدم لقدرة قطاعات قوى الأمن الداخلي في التصدي للعناصر الإرهابية والإمكانات التي تمتلكها لأداء مهامها في أي مكان وزمان. وفي ختام التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي وطن 89 برعاية كريمة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، عرض الحفل عدة فرضيات عسكرية عنوانها القوة والإتقان لحماية الوطن وممتلكاته. الحمد لله، طبعا العمل التكاملي قائم بين قطاعات قوى الأمن الداخلي سواء على مستوى وزارة الداخلية أو رئاسة الدولة، كل من حسب تخصصه. في الفترة الماضية كان العمل تكاملي، أسهم هذا التمرين بزيادة التناسق والعمل التكاملي منظم بين كافة قطاعات الأمن الداخلي سواء على مستوى وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة. شهد الميدان تلاحم قوي بين الجهات الأمنية بهدف تطوير وتعزيز التنسيق والتفاعل بين القطاعات، حتى تكلل التمرين بنجاح لا يستغرب من أبطال الأمن الداخلي. نحن اليوم في احتفال وعرس يعتبر من أكبر الاحتفالات على مستوى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، حيث كان لحضوره إضافة على النجاح الذي شاهدناه جميعا بتأدية جميع القطاعات لجميع التمارين والفرضيات كما رسم لها، وقد حققت ولله الحمد كل الأهداف.
للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية أمن الحرمين الشريفين، يتسابق الأبطال بدفع الغالي والنفيس للذود عن هذا البلد الكريم، وبكل انتماء وحب للمملكة العربية السعودية، وبالفخر والاعتزاز والقوة يدافعون عن أغلى أرض. مشعل الخامسي، المنطقة الشرقية. توقع صندوق النقد العربي نموا في الاقتصاد السعودي بنسبة 2.16% للعام الجاري و 2.17% عام 2020. ووفقا للتقارير والأحصائيات الأخيرة للصندوق، فإنه من المتوقع أن يساهم التحسن في مناخ الأعمال على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي تدريجيا على ضوء الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والمحفزة للاستثمار. كما أشارت التقارير إلى الدور الفاعل والمأمول لصندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين إدارة أصول المملكة المالية على المدى المتوسط، إضافة إلى رفع الإنتاجية وزيادة مستويات التنوع الاقتصادية. يباشر صندوق البيئة مهامه خلال 90 يوما ليتولى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وتمكينهما من مباشرة مهامهما. ومن شأن هذا المشروع المساهمة في التنمية البيئية والنهوض بهذا القطاع بهدف توفير الممكنات اللازمة للقطاع البيئي حتى يحقق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030. انتصارا للبيئة ونحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية ولأجل خلق بيئة أفضل، يأتي مشروع إنشاء صندوق البيئة يباشر أعماله خلال 90 يوما بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وتمويلها وتحفيز خطط حماية البيئة وأنشطتها ومبادراتها، إضافة إلى تحفيز الجانب العلمي فيما يخص الدراسات والبحوث البيئية. بمجلس إدارة وزاري لكل 3 سنوات، سيعمل الصندوق على وضع الخطط لبرامج التمويل والاستثمار وتشجيعها من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة. الصندوق سيتمكن من قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفق القواعد المنظمة لذلك، فيما سيتقاضى مقابلا ماديا للخدمات والأنشطة التي سيقدمها. وبدعم حكومي منقطع النظير، يأتي مشروع صندوق البيئة ضمن 4 مشاريع نوعية تمثلت في إنشاء المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. مشاريع تنموية من شأنها المساهمة في التنمية البيئية والنهوض بهذا القطاع سبقتها مشاريع أخرى ساهمت في حماية البيئة البحرية والصحراوية، كمشروع حماية مرجان البحر الأحمر ومشروعي منع الاحتطاب وتنمية الغطاء النباتي للحماية من التصحر. كل ذلك كان وما زال بهدف توفير الممكنات اللازمة للقطاع البيئي حتى يحقق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030. دشرت وزارة الإسكان مشروع ضاحية الجوهرة السكنية، أحد مشاريع السكنية الكبرى شمال مدينة جدة بالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية. وتبلغ مساحة المشروع 2 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 7200 وحدة سكنية. كما انطلق ملتقى سكني ربع السنوي وتم خلاله الإعلان عن تمكين 40,000 أسرة من الاستفادة من الخيارات السكنية خلال الربع الأول من 2019. وأوضح برنامج سكني أن 14,232 أسرة من الأسر المسجلة في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي ينتجها البرنامج خلال شهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى 40,237 أسرة في مناطق المملكة المختلفة.
سجل طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز إنجازا عالميا جديدا في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019. الطلاب السعوديون حصلوا على 38 ميدالية وجائزة دولية وسط مشاركة 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم. وشارك طلبة الجامعة بتسع مشاريع ابتكارية، حيث حققوا جائزتين حصريتين وثمانية ميداليات متنوعة وثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، كما حصلوا على 28 جائزة خاصة من الجامعات والجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة من فرنسا وروسيا وتايلاند ومصر والصين ورومانيا وماليزيا وتايوان وبولندا. تمكنت سفينة حرس الحدود فرسان من إخلاء راكب أمريكي تعرض للنزيف معوي على متن سفينة ركاب سياحية في مياه البحر الأحمر. أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر الجريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى رسالة إلكترونية تتضمن وجود حالة مرضية لأحد الركاب من الجنسية الأمريكية يبلغ من العمر 77 عاما، مشيرا إلى أنه تم تحليل المعلومات وتحديد موقع السفينة وتكليف سفن وزوارق حرس الحدود لتقديم المساعدة اللازمة وإخلاء المريض. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. الداخلية تبدأ توزيع آلاف السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب. أهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أهمية التواصل الحضري وعقد الحوارات اللازمة من خلاله لتفعيل دور المشتركات التي تجمع التنوع الديني والقومي لا سيما في دول التعدد، مشيرا إلى أنه لا خيار للبشرية لتحقيق وئامها وسلامها إلا باستيعابها التام للحتمية الاختلاف والتنوع بينها. ونوه العيسى خلال محاضرته في جامعة كازان الحكومية بجمهورية تاتارستان، نوه بتميز الجمهورية في الاندماج الديني والقومي في ظل وئام وانسجام شامل وعام تحت مظلة الدولة الوطنية روسيا الاتحادية، مع ضمان حرية كل خصوصية في شعائرها وتقاليدها. تخليدا لأثر الشهداء وعرفانا وتقديرا لمن قدموا للوطن أغلى ما يملكون روحا ودما، وزعت الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية صدقة عن شهداء الواجب بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان. لنتابع. عادة سنوية تحت شعار وفاء لفداء ترفع رايته الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية صدقة عن شهداء الواجب من وهبوا الوطن أثمن ما يملكون روحا ودما، فعلمونا بأنه لا حدود للعطاء. أشكر قيادتنا الرشيدة التي بيّنت ووضحت وأعطت، وفي زمن العطاء في وقت العطاء لأسر شهداء الواجب الذي لم ينسوا حقيقة من هذه القيادة العظيمة، وهي إن دل يدل على أن هناك الصورة البهية التي تجمع بين القيادة والشعب، سائلا الله عز وجل أن يحفظهم. ولأن شهرا كريما يطرق الأبواب تمتد الأيادي البيضاء بوزارة الداخلية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية لتنفيذ آلية توزيع السلال الغذائية التي بلغت 6280 سلة غذائية في 38 نقطة توزيع فرعية بمختلف المدن والقرى والهجر بالمملكة بمعدل 20 سلة غذائية عن كل شهيد. أول شيء أشكر القيادة الرشيدة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وكذلك وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وكذلك أشكر لجنة الشهداء على ما يقومون به من تعاون مع أسر الشهداء كنقص أو احتياج، وما يقومون به يعني من اتصالات دائمة مع ذوي الشهداء بأي نقص، وكذلك إيصاله إلى القيادة الرشيدة. لا ينسى هذا الوطن العظيم تخليد أثر الشهداء عرفانا وتقديرا، على حاجة ضعيف تقضى بنيتهم
ودعوة محتاج تستجاب. رحم الله شهداءنا الأبطال وأسكنهم فسيح جناته. للسعودية ريهام أحمد، جازان. ضمن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثة من التمور وتستهدف محافظات عدن ومأرب وحضرموت. كما وزع المركز كميات كبيرة من التمور على النازحين والمتضررين في مدينة سيئون اليمنية، استفاد منها 9000 فرد. وفي محافظة عدن أطلق المركز برنامجا تدريبيا لدعم وتشغيل مركز الأطراف الصناعية بهدف تدريب وتأهيل 16 متدربا يمنيا على تقنيات صناعة وصيانة الأطراف الصناعية. كما قدم جلسات إرشادية ل70 من أمهات الأيتام في محافظات مأرب والجوف والساحل الغربي ضمن برنامج حماية الأسر الأيتام في اليمن. واصل مجلس النواب اليمني أعماله المنعقدة في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، وناقش المجلس عددا من الموضوعات العامة التي تخص الشأن المحلي اليمني. كما تطرق المجلس إلى الإجراءات التي يجب العمل بموجبها لتصحيح بعض الأوضاع في ظل الانقلاب الحوثي الذي تعيشه اليمن. أعلن المتحدث الرسمي لتحالف ودعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية انقلبت على اتفاق ستوكهولم وارتكبت 3364 خرقا منذ التوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أنها تعمل على عرقلة حركة السفن التجارية، فيما يعمل التحالف على تسهيل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء. الجهود السياسية تستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف وأيضا من الدول الراعية والداعمة للحل السياسي في اليمن، في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيات الحوثية بالانقلاب على مفاصل الدولة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي واستمرار العمليات العسكرية. وتتمثل هذه العمليات العسكرية حتى الانقلاب على اتفاق ستوكهولم، حيث وصلت اختراقات الميليشيات الحوثية حتى الآن 3364 اختراق، تشمل استخدام الصواريخ البالستية، طائرات بدون طيار، وكافة أنواع الأسلحة باستخدامها ضد الأعيان المدنية والمدنيين في مخالفة واضحة للقانون الدولي والإنساني ومحاولة تعطيل اتفاق ستوكهولم. كما أكد المالكي أن جهود مستمرة من دول التحالف لدعم الشرعية لتحرير مناطق يمنية عدة. تنفذ قوات الجيش الوطني مدعوم من التحالف عمليات تعرضية على جبل الصماء في محور التقدم باتجاه باقم. في محور نهوق اكتاف تقدمت قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف بفتح طرق الإمداد والتموين وإزالة الألغام التي تقوم الميليشيات الحوثية بزرعها. من المواقع المسيطر عليها حديثا وهي سلسلة جبال الهضب وجبل الصلعاء باتجاه اكتاف. في محور البقع اكتاف تنفذ قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف عمليات تعرضية على سلسلة جبال الدقيقة، جبال المليل، جبل شعير، الجبال المطلة على وادي عصيدة للسيطرة عليها، وما تزال العمليات مستمرة. في اكتاف الجوف تقدمت قوات التحالف بدعم الجيش الوطني للسيطرة على خب الشعف والطريق الأسفلتي الرابط للعقبة، ولا زالت العمليات مستمرة. تقوم قوات التحالف بعمليات الاستطلاع والمراقبة، ولا زالت العمليات مستمرة لإسناد الجيش الوطني اليمني. ميدانيا، استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني تحركات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، وطلق قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مفرق شرعب غرب المحافظة، وأسفر القصف عن مقتل 4 عناصر من الميليشيا وجرح آخرين كانوا على متن أحد الأطقم. كما أسفر القصف أيضا عن تدمير الطقم القتالي وأسلحة وذخائر كانت على متنه. قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كياشي شنتو إن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد وعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية. ترتيب الأمور أصدر عددا من القرارات. قال الفريق شمس الدين كباشي شنتو المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان إن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد وعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. كان لا زال بالخدمة
فكان القرار بإعفائه للتقاعد بالمعاش، وكذلك نائبه الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي الذي كان رئيسا للأركان المشتركة علاوة على عضوته بالمجلس العسكري. وأضاف شنتو أن الفريق أبو بكر مصطفى سيحل محل صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش في منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وأعلن شنتو أيضا إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف، وقال إن المجلس سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي. وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة. وقال الفريق عمر زين العابدين وهو عضو أيضا في المجلس إنه سيكون أمام المعارضة أسبوع لتقديم اقتراحاتها. ودعا تجمع المهنيين السودانيين وهو الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات في السودان، دعا إلى تسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية، قائلا إنه سيواصل الاحتجاجات في الشوارع وسيمارس كل أشكال الضغط السلمي حتى تتحقق ما وصفها بأهداف الثورة. جدد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اتهامه لتركيا بالتدخل وتغذية الصراع في طرابلس. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي إن هناك خطوطا مفتوحة من تركيا ومالطا جوا وبحرا لدعم مجموعات طرابلس بالسلاح والمقاتلين، مضيفا القول أن رحلات جوية مباشرة من تركيا إلى مصراتة تنقل مسلحين من جبهة النصرة قاتلوا في سوريا، كما أكد أن عدد المقاتلين الأجانب في ازدياد متوقعا حدوث عمليات انتحارية. وأفاد المسماري بأن القوات نفذت 8 غارات جوية بمعسكر الرحبة في تاغوراء، مؤكدا أن القيادة العامة رصدت 2 طيارين أجنبيين شارك في غارات لطيران قوات الوفاق الوطني. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وسماحة المفتي والعلماء وجمعا من المواطنين. التحالف يؤكد استمرار خروقات الميليشيات الحوثية لاتفاق ستوكهولم. نهاية نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.